واحد بيقول قرأ لأحد الآباء اللي اتنيحوا يعني إن الإنسان بعد دخوله الملكوت معرض مرة أخرى لأن يخطئ. لا لا الكلام ده مش صح، لأنه ما زال متمتعا بحريته. لا، مش كل واحد متمتع بحريته يمكن أن يخطئ. فالملائكة متمتعين بحريته ومع ذلك لا يخطئون. ده لو كان في احتمال ان الواحد يخطئ بعد الموت يبقى يحتاج لتوبة ويحتاج لتحليل ويحتاج لأداديس وتبقى الحكاية تعقدت. لا، الكلام ده مش صح ايا كان قائله، مش صح. وانا ياما رديت على الحاجات الخاصة بالارواح دي، وهتطلع كتاب ان شاء الله.